لوحات فنية عديدة زينت جدران جاليري في لندن، لوحات تحاكي الواقع بحلاوته ومرارته. فقد حاول الفنان يوسف السعدي بلوحاته الإجابة عن بعض التساؤلات التي تراوده منذ طفولته عندما انتقل من لبنان إلى لندن. فلوحاته تبقى بعضا من كل، أي سردية الوعي الجمعي التي تحركه عوامل الخوف والأمل والحب. كاميرا العربي جالت في المعرض الذي حمل عنوان لا مكان للعواطف هنا. نتابع بعض الصور ثم نبدأ نقاشنا مع يوسف السعدي. ينضم إلينا في الاستوديو الفنان والمصور يوسف السعدي، أهلا بك معنا وسعداء بتواجدك معنا ضيفا على شكرا، شبابيك. اهلا فيك يا هلا. طيب في البداية، يعني لو تحدثنا أكثر عن ماهية وطبيعة هذا المعرض. فكرة المعرض هاي بدأت تقريبا من 5 سنين، فكان الموضوع هو موضوع البيئة والتلوث بالمحيط. يعني كان التركيز تمام يعني بحتا بموضوع الكائنات البحر والمعاناة اللي عم تصير بالبيئة. فبديت من وقتها اطلع على عده صور وعده دوكيومنتريز ويعني صور من الاخبار عن هاي الكائنات. فكان في مثل تقريبا فكره خياليه شويه، يعني مثل كرتونيه، انه لو هاي الكائنات عندها القدره انها تعبر عن معاناتها، كيف ممكن تخاطبنا احنا بالمجتمع؟ فمن هناك بدات الفكره، يعني كفيكشنال كاركترز مثل ما بيقولوا. فبدأت أطور مجموعة شخصيات مبنية على هاي الصور والدوكيمنتس اللي جمعتها يعني من سنين. فكان النتيجة مجموعة أعمال لقت نجاح، فكنت مقرر أروح بها إلى كتاب أو مجلة أو كتيب صغير. فتطورت يعني مع مرور الوقت، المواضيع كبرت، الانفايرمنت موضوع البيئة صار يعني بالعناوين تقريبا كل يوم. حولت من مجلة أو كتيب إلى معرض. إلى معرض وإلى عدة يعني تساؤلات هي بالحقيقة يعني. فكان في فكرة إنه أقدم معرض من تقريبا سنة، فتأجل المعرض تقريبا 4 مرات بسبب جائحة كورونا. فلما صارت اللوك يعني الحجر بدأ والعالم كله وقف لفترة يعني تقريبا أسبوع أسبوعين، هناك تقريبا صار في إعادة ترتيب الأسئلة أوكي والأولويات والأفكار، هاي لوين رايحة يعني يعني أنا عنده نوعا ما إشارة إلى العنوان اللي اخترته للمعرض، لا مكان للعواطف هنا. صحيح، هو فعلا يعني ما كانش في مكان للعواطف، يعني كان في بس إعادة ترتيب أسئلة والبحث عن اقتراحات. يعني الفن ممكن بس يقدم اقتراح، ما ممكن يعطي أي يعني حل مباشر أو ما طبيعة الأسئلة اللي هي متعددة. يعني كيف احنا تقريبا صرنا اكثر من 15 سنة موضوع البيئة والتلوث البيئة يعني بالعناوين بالاخبار بكل شيء، بس احنا ردة فعلنا متأخرة
اوكي، يعني احنا بطيئين بالرد، يعني كيف نتعامل مع هالموضوع؟ كيف نزيد من الوعي؟ يعني الفنان، يعني اي عمل ابداعي ممكن بس يطرح السؤال ويقدم اقتراح، وهي تجارب فعلا. يعني العمل الفني انتاجه هي خلط المواد، وطبعا المواد المتاحه لنا، لان كان في بفتره الحجر يعني ما كان فينا نطلع او شيء، فكان دائما الواحد عم يشتغل بال يعني الموجود. وكان الحلو فيها انها تجارب فيها نوع من العفويه ونوع من الفوضى، ولكن التحدي وين؟ انه اي جزء منها يبقى واي منه يمشي. فمع تطور الاخبار ومع ازدياد الاسئله يعني بشكل عام، اوكي، كان الفكره انه نستمر بالتجربه نفسها، اوكي، ونشوف لوين رايحه. فبعدين المعرض تاجل تقريبا 3 أو 4 مرات، فبالنهايه تغير الكونسبت تبع المعرض، صارت الفكره انه هي مجموعه اعمال مبنية على مجموعة أسئلة فقط، أوكي، مش تيم واحد، أوكي، لنقول هو جمالي أو شيء، بالعكس هو مجرد من كل هالجماليات، هو أكثر شيء مركز بالموضوع اللي هي امتداد للأفكار اللي أنا اشتغلت عليها تقريبا لسنوات. طيب من خلال هذه الأعمال التي عرضتها، يعني هل ترى نفسك كفنان ترفع من الوعي الجمعي كما ذكرت من قليل؟ يا ريت، يعني صراحة هو ما أعتقد الفن ممكن يقدم هالشيء بشكل مباشر، يساهم بالوعي، بس أجمل مرحلة بالتركيب أو بتشكيل أي عمل فني هو البروسس، هو الوقت والمواد اللي بتدخل والتفاصيل. هلا مع مرور الوقت، مع مرور الزمن، طبعا المشاهد له دور كبير بهي، يعني كيف بتجاوب معها وكيف لا. فهون صحيح. ممكن بعدين تشكل نوع من الوعي أو نوع من يعني جزء بسيط يعني يكون مساهم بهالعملية هاي. القضايا التي تقريبا تتمحور حولها أعمالك هي البيئة أو هناك قضايا أخرى، لو مثلا قضايا العربية، الأزمات، الصراعات؟ أكيد أكيد أكيد، بس عشان هيك أنا بدي أرجع على موضوع المعرض نفسه، عشان هيك ما كانش في مساحة للمشاعر، يعني كان الموضوع يعني الواحد لازم يعني يبعد نفسه. ولكن عن كل كفنان كيف تؤثر هذا على يوسف السعدي؟ هي بتأثر بكل شيء، يعني بالنهاية يعني الألوان اللي بختارها، المواد اللي بختارها هي نتيجة، يعني هي الكونكلوجن مثل ما بيقولوا لكل هاي الظروف اللي أنا بمر بيها والأفكار والتساؤلات. نعم. يعني قد ما كانت مجردة من الواقع تماما، بس هي لها دور، ومع الوقت يعني مساهمة المشاهد بهالشيء ودور العرض ومكان العرض ووقت العرض كتير مهم. صحيح. شكرا لك يوسف السعدي، فنان ومصور. شكرا لك. أهلا وسهلا.